Gatsby believed in the green light. The orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster. مود بورد اليوم عن حقبة زمنية كانت في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى، الأرت ديكو. هي تعتبر من الفن الحديث، وهي حقبة من حقبات الحداثة في الولايات المتحدة وأوروبا. اللي ميزها فيها الكثير من المنحنيات الدقيقة والواضحة والأشكال الهندسية الطولية الحادة والمكررة. فيها الحقبة الاهتمام بالتفاصيل كان كثير مهم. الألوان تكون جريئة ثقيلة وغنية. الزخارف فخمة والثريات جدا مهمة، وواجد يستخدمون الكريستال. كانوا يستخدمون الكثير من المواد، منها الأخشاب والمرايات. بهالمود بورد حبيت أني أسوي لكم الأرت ديكو بطريقة حديثة ومودرن. نفس ما تشوفون استخدمت فيها الكثير من العناصر اللي كانت موجودة أصلاً ذيك الحقبة، بس بطريقة جداً حديثة. الألوان المستخدمة يمكن تشوفونها جداً طبيعية. حبيت أني أحط اللون الأزرق وأكسره مع لون جريء هو اللون الأحمر، وأدخل أكثر من لون معدن وأكثر من إكسسوار علشان أظل بروح الأرت ديكو.